بس نريد من الكادر البلديه او من سيد المحافظ يكملنا تنظيف المنطقه، الافرع شويه بعدك والافرع بها انقاض، الشوارع بها ام انقاض بعد، نريد يعني تنظيف بها. هسه مباشرين بالحمله بس بعد ما وصلت نمنا نريد يكملها. المدارس وقت الحالي شبه معدومه، ما عندنا مدارس، يعني حاليا مدرسه واحده بس فتحوها، مدرسه الحفصه هي ابتدائيه، راح تصير دوام للاطفال والولاد وللبنات، فهي ما تكفي. نحن ردنا اعداديه، ردنا متوسطه لولادنا بناتنا، بس بنوديهم ونجيبهم. يعني هسه المنطقه العالم عم تجي بيها تحول، قاعده يعني ناس كثير بيها قاعده، بس الحيره الاكبر المدارس. مراقص صحيه ماكو اصلا نهائيا، ماكو، هي السياره اللي مكتوب عليها العياده المتنقله هاي تجي تقف في سوق الشعارين، وكل بين اسبوع 10 ايام تنزل لنا مره هنا عندنا على المنطقه. فالناس هم جزاهم الله خير خلف الله عليهم عايجون، يعني ما يخلون قصره، بس اللي ما كنا نريد ان مراكز صحيه يفتحوا لنا لازم اهم شيء. والله المنطقه منكوبه مثل ما يعرف العالم كله، ما بس احنا على مستوى العراق ولا على مستوى المحافظه. نريد مساعده، نريد خدمات، كل شيء ماكو وياه. نعم قامت الدوله بعمله حملات وتنظيف، بس ما عاد كافي، ما عاد فيه بالغلط. يعني تشتكي المنطقه مو قله الخدمات، لا صحه اكو، مدارس ماكو، اللي هي اهم كل شيء. يعني إذا تريد تقضي على دمار البلد أسس لك مدرسة، مدارس ماكو، مستشفيات ماكو، مركز صحي ماكو، مستشفى ماكو، الأوساخ كثيرة. أما من ناحية التعويضات فوالله الحمد لله ما حد جاء ولا حد قال السلام عليكم. نرد له السلام، على الأقل أنا أشعر أكو واحد يقدر ظروفي، يعني أنك ظلمت، أنك أبت، اللي راح الولد وراح الأخ وراح لك العزيز وراح لك البيت وراح زينة الحياة كلها راحت، المال والبنون راح. نشتكي لله ونشتكي للناس الخيرين المسؤولين، بلكي الله سبحانه وتعالى يحنن قلوبهم، ينظرون لا المدينة لا المنطقة للفقراء والعوافي درجات. احنا ما نقول لهم بيوم واحد نرجع. والله وضع المنطقة تعبان، حياة تعبان، لا مستوصف، لا مدرسة. هاي الوليد انقلب صار عمروها بكرفانات، الوليد ما بيها كل شيء يا أخي، بس الإدارة واقعة. إرادة تنظيف كرفانين ثلاثة تكفي الأطفال، هاي تروح تداوم بيها.